يا حيد علي يا ما بقاتني يا الدنيا تفرق والآخرة تلاقي يا حبك زرح ليك وبدي يا جلالي بوعلام. شوف انا واحد اللي تعاون معايا الحاج فرنسا. شوف الحاج فرنسا هو اللي تعاون معايا جوج مرات. نتمنوا ليه ان شاء الله الوالدين ديالو الله يوسع عليهم ببال القبور، وان شاء الله نتمنهم في الجنه ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله يتمنى حتى هو نتمناه يمشي سالم غانم الى الجنه عندهم ان شاء الله. الحاج فرنسا تعاون معايا جوج مرات، الله يرحم لي الوالدين، شكرا لي بزاف. انا ما كنسعاش، هو قال لك السيدي هذه من عندي انا جوج مرات. الله يرحم لي الوالدين وراه عزيز وغالي، وديما غنبقاو نتفكروه فقط. وكاينه واحد السيده اخرى بلا ما نجبد انا سميتها حتى هي، ولكن باش تقول لي خديجه تورينو. شوف خديجه عاونتني في القناه ديالي الله يرحم ليها الوالدين، القناه ديالي فقط عاونتني في القناه ديالي، واخا حتى هذه القناه ديالي خاسر عليها بزاف ديال الفلوس وباقي ما شديت والو، خاسر عليها الفلوس، هي عاونتني وانا تانا خسرت شي حاجه ولكن باقي ما ربحت والو، باقي ما شديت حتى حاجه، باقي دابا انا في القناه خاسر وما رابح. شي كاين انا تعاون معايا دابا لحد الان ماديا تعاون معايا الحاج فرنسا جوج مرات، واحد السيده هي في الطالين بلا ما نجبد انا سميتها صافي، هادشي فقط هادشي اللي كاين. باش تقول لي خديجه تورينو القناه ديالي فقط اللي عاونتني صافي، هادشي اللي كاين الله يرحم ليها الوالدين صافي، هادشي غنقول نيشان. باش تقول لي خديجه شارياك ولا خديجه عاطيك الفلوس ولا باش تدوي ولا باش هادي ولا باش تدوي في الفيديوهات، لا حاجه ما كاينه. بغيتوني نخرج لكم بفيديو اخر ثاني نخرج لكم، ما عنديش مشكل، كرام ديال المشكل ما كاينش، يلاه تبعوا معايا كملوا معايا الفيديو. اخوان السلام عليكم، خبر عاجل قبل ما ندخلوا في الموضوع. خوتي شوف انا شي وحدين قالوا لي واش انت مشري بالفلوس باش كتخرج تضوي في الفيديوهات وباش كتهضر على البدويه، واش انت شكون يعطيك الفلوس وشكون مدعمك بالفلوس مثلا باش تخرج وتهضر في مثلا في البدويه وفي هذه. انا جايكم وغنقول لكم شكون يعطيني، شوف غنقول لكم شكون يعطاني الفلوس باش ندوي في الفيديوهات وباش نهضر على البدويه. بقاو معايا. المهم الاخوان شوفوا مزيان، شي وحدين جاو عندي قالوا لي يا ودي واش انت بخلصك شي واحد، واش خلصك شي واحد باش تهضر باش تدوي في البدويه، شكون يعطيك الفلوس، شكون يزعمك يا مخلصك في هاد الشهريه ديالك ولا اليوميه ديالك ولا فهمتي هاد الفيديوهات مخلصك فيهم شي واحد. واحد قال لي واش عاطينك 200 درهم للفيديو باش تدوي في البدويه، واحد قال لي واش شحال عاطينك، واش شحال عاطينك ديال الفلوس، ها قول لي بعدا شحال عاطينك ديال الفلوس باش تهضر في البدويه. دابا هادشي كامل دابا مثلا انا شوف انا لا شوف سمعوا لي مزيان، انا لحد الان شوف ما تقول لي لا طورينو ولا طورينا، باش نجي نكمل الاخر. انا لا خديجه طورينو لا عاونتني في القناه ديالي فقط، عاونتني في القناه ديالي ولحد الان باقي هاد القناه ما ربحت منها والو، باقي خاسر وما رابحش. انا جايكم الفلوس، شكون يعطاني الفلوس، انا جايكم ما بقاو معايا، انا جايكم شكون يعطاني الفلوس. شوف انا خديجه تورينو ما عطاتني شوف الا حاجه وحده عاونتني في قناتي. حنا شوف حنا على الحقيقه لا ما راه ما كاين فين تضرك، راه داكشي اللي كاين حنا لا كنقولوا الحقيقه مع الله. حنا ما شوف انا ما كنجي ونقول لك واحد الحاجه اللي كاينه. شوف خديجه تورينو عاونتني في القناه ديالي فقط صافي، هادشي اللي كاين، ما عطاتني فلوس، ما عطاتني كادوات، ما عطاتني تليفونات،
ما عطاتني فهمتي كوليات ديال الحوايج، ما عطاتني شي حاجه اللي ما نعرف حتى حاجه باقيه. ما ربما من بعد تقدر تكون شي حاجه وما نعرف، ما نعرف. كتقول هي، كتقول هي قالت، قالت ديك الرا. احنا ما عليناش، الا كان شي حاجه منا لقدام تبارك الله مرحبا، احنا لا ما كنسعوش. شوف انا ما كنسعش، الا كانت شي هديه الانبياء الصالحين كانوا كيقلبوا عادي بالله مشى الانبياء الصالحين كانوا كيقبلوا الهديه، ولكن ماشي كيسعوا، كيقبلوا الهديه وما كيسعوش. الا قلت لي باغي نعطيك واحد الحاجه ما نقول لك انا لا ياك، ولكن باش نقول لك اعطيني. الا كان شي واحد قلت لي اعطيني يخرج عندي يقول لي انت موسلوكي، قلت لي اعطيني ولا شري لي. ها انا هنا، انا صوره وصوت، انا لا ما كنضرب وجهي حد هنا ولا كندير ديك سميتها ولا كندير شي لعيبه ولا ما كنبعش، انا صوره وصوت، انا صوره وصوت. هادشي اللي كاين، قال لك اللي كيشطح ما كيضرك لحيتو. انا خديجه تورينو عاونتني في القناه ديالي فقط، ومن هنا لقدام الا كانت شي حاجه ما نعرف. قايله هي، قايله وقايله 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 شي حاجه ما نعرف. صافي هادشي اللي كاين، ولكن باش تجي عندي انت ولا انتي راه عرفتك ما انا شكون، وتقول لي انت خديجه تورينو عطاتك الفلوس باش عدوي على البدويه، ولا اخر قال لك حقا شحال عطاتك، شحال عطاتك خديجه تورينو ديال الدولارات باش تهدر في البدويه. على خوتي شنو بان لكم؟ واحد قال لك سيدي شحال عطاتك خديجه تورينو ديال الدولارات باش دويتي في البدويه، وشحال كتعطيك في الفيديو، وشحال كتعطيك خل ديك واحد، واحد خيتي كتقول لك حقا وانت شاريك خديجه تورينو وانت هادي، ويلي زعما انت ديك الهضره اللي كدوي بها في الفيديوهات ما تكون زعما مشري، ويلي واحد تكون زعما مشري، عتكون مشري شحال دايره معك في الفيديو. اويل اويل الحماق هذا، والحماق هذا والليله الحماق هذا بالله. هكاوا 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 مزيان والله الا انت الا وليده، يلا والله الا مزيان. اجي بلاتي واش دخلنا عليكم بالله؟ دابا انا مثلا نشري لشي واحد ويجي عندي واحد يقول لي انا نعطيك في الفيديو القد والقد والقد والقد، وتمشي تضرب في هذاك القد والقد والقد. هذاك لا كيتسمى مثلا، لا كيتسمى هذيك، لا بلا ما نقول لك هذيك الفلوس لا حرام ديال الفيديو ولا ديال الشراء ولا ديال اللي بغيتي. واش انا لما كنهضرش في البدويه راه انا حنا اللي كنهضروا واحد الكلمه ديال الحق، واحد الكلمه ديال الحق الاخوان كنقولوها. حنا لا ما شوف حنا لا ما سبينا ياك، ما قلنا شي كلمه ديال العيب. العيب عليا اللي جيتي عندي في شي فيديو وقلت لي حق سبيتي، راه كاينين شي وحدين اللي كيسبوا، فشي وحدين اللي كاينين راه كيسبوا كيقولوا على واحد شي هضره اللي كيقولوها. والله القسم لا شنقول لك، راه انت غير مع راسك بلا ما يكون معك شي ولدك ولا شي بنتك ولا شي باك ولا بوحدك مع راسك، وكتقول اعوذ بالله من الشيطان، وكتطفي داك الفيديو، كتطفيه داك الفيديو اعوذ بالله من الشيطان، وكتطفي داك الفيديو شي هضره لا بلا ما نقول لك ديال السبان. ورغم ذلك وداكشي كامل عيد خلصوا عليا موالي. راه شوف الا كنتي كتعرف مولاك على داك السبان فاش كتسب شي واحد، لا غادي يرجع عليك من بعد، يرجع عليك عليك حتى يرجع لي حضر السلامه بشي مرض، لي يرجع مثلا على ولادك. بزاف 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 مي 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 ما سميتو. راه هذا هو المشكل، يعني حنا لا كنقولوا واحد الكلمه ديال الحق، وإلا بعد لقيتي بعد الفيديوهات ديالي كتلقاني كنغوت شويه، ولكن غير كان ماشي واخا كنغوت ما كنسب ما والو، ماشي كنسب ولا كان انا ما كنسبش. الحقيقه هي هذه، حنا كنقولوا واحد الحقيقه، ولكن انت باش تجي وتقول لي خديجه تورينو شارياك باش تدوي في البدويه، واش دخلنا عليك بالله؟ واش تدبا يا مريض
ولا عندك شي مرض خلالي ولا شي مرض عقلي ولا مرض نفساني، والله ما نعرف ما فهمتش. ولا انت علاش تريني طورينو باش ندوي انا في سميتو؟ انا لا كنحلف ليكم كنعاود ليكم، انا لا والله القسم. شوف انا خديجه طورينو قلت لكم معاونني في القناه ديالي فقط، ومازال انا هاد القناه هادي خاسر عليها والله القسم. هاد الفلوس اللي خاسر على هاد القناه لا باقي ما دخلتهاش لا في كونيكسيو ولا باش مثلا فعلت شي لعيبات فعلتهم لا بالفلوس. توما شحال ديال الفلوس؟ لا بلا ما نقول لك، بلا ما سميتو فهمتي، لا باقي هادشي كامل ما دخلتوش انا، هادشي كامل باقي ما الا حاجه واحده، واحد السيد هو اللي انا ما بغيتش كاع نثبت سميتو، والله الا داك سميتو الحاج فرنسا هو اللي تهلا في مول السلوقي واحد جوج مرات تهلا في مول السلوقي، جوج ديال المرات تهلا في مول السلوقي جوج مرات. حنا كنتمنوا ليه ان شاء الله الله يرحم ليه الوالدين ديالو ولا يجعلهم الله يوسع عليهم بيبان القبور، وان شاء الله كنتمنوا ليه ان شاء الله يوصل عليهم غالم سالم، يوصل عليهم ان شاء الله بالجنه. هو سيدي الحاج فرنسا هو اللي تهلا في مول السلوقي فقط، وكاين واحد السيده اخرى هي بلا ما نقول لك بلا ما نزبط سميتها، هي قالت لي ما جبت سميتي، واحد السيده قالت لي بلا ما تزبط سميتي يعني. ما نجبش انا سميتها، لا عارفه هي شكون هي. صافي هادو من الناس اللي سميتهم. باش تقول لي خديجه طورينو؟ لا ما كايناش خديجه طورينو عاونتني في القناه ديالي فقط، شي حاجه اخرى اللي كانت من بعد، شي حاجه من بعد الله اعلم. صافي هادشي اللي كاين، شي حاجه من بعد الله اعلم ما عرفت. المهم العز ليكم، والفرصه القادمه نكون معكم ثاني من جديد سلسله. يلا نعاونكم.